السلام عليكم. معكم سحس وسلطان. اليوم عندنا يوم كامل حنصور فيه بوستات وحناخذكم معانا وحنجوعكم وحناكل. لا ما حناكلكم، نحن حناكل 5-6 مطاعم جوعني. حنصور بوستات فوق ال 25 بوست. عيشوا معانا التجربه. اول مطعم، اول مطعم. Patience with me, but baby, don't show it. Ooh, isn't this what you wanted? But you're blowing up my phone 'cause I didn't come crying to you. So come on, ask me if it hurts just as much as it did before. And honestly, the third time, the fourth time, now baby, I'm getting. المطعم الأول، مطعم سرمد. هنا عندنا صحن حنيب وفخار لحم ومرسخ وفلفل أحمر. أسمع أسمع، أخضر. هذا ما ينفع. لا، هنا عندنا سحاوق وطحينة وعسل. بس قبل ما نبدأ، طب بس إيش سحاوق؟ السحاوق هذه لبن، سلطة لبن مع فلفل. يلا بسم الله، خش جوهين. من البداية، من البداية على طول. يلا خش خش. هل تعرف ايش تسوي فيها؟ ناخذ اللحمه نحطها هنا، نجيب السحاوق. هذا السحاوق هذا اول مره اسمعه. السحاوق؟ الحين حجرب. ليه بدوب كذا؟ تحط السحاوق كذا عليها. هذه من لقمتي. اول مره ادوق السحاوق. اسمع، زبد كذا حتحط السحاوق. حتقلبه هنا في الرز. واو، كيف السحاوق؟ فنانة. بدون ما ادوق انا اقول لك فنانة. شامم ريحتها. ما كنت اتوقع قد كده لذيذة تكون والله. واو. اللحمة اللي في الفخارة تفوز. جيب العيش. يعني هذا ما يضيع علينا كمان. صح ولا لا يا أسامة؟ مفروض. نجيبها هنا. خمسة في السحاوق. طب هي نفسها. هي نفسها بس هذه مع العيش. الله، صفقة لمطعم سرمد يا جماعة. من زمان ما أكلت أكل زي كذا. شوف اللحمة. ايش بك يا حسين؟ حسين ده من أول الفيديو يكون مرة جعان. فشوف لحمة، لحمة يا حسين. طب سؤال، المرسح استنى للأخير عشان نذاق ولا إيه؟ مين هو أنا؟ المرسح. أمي صح؟ قد محافظ. حارة؟ حارة صح؟ هذا مطعم غريب مني، لازم تعرف إنه حار. يا رب سلطان لاك. برد باللبن. اسمع بالله، لا تاكل فلفل وراني يوم. برد باللبن. شوف، صور الشباك هذا. صور الشباك. والله مرة حار. أول مرة شطة، أول مرة
هكذب انا ولا ايه؟ بدأت اكذب اقول عورت لي اسناني. وجبة غداء جميلة للعلم يا جماعة الساعة 1:30. بعد نشوف الساعة كم نخلص اليوم. انا ماني مرتاح بس احس ماخذ كل الاكل عنده في ناحيته. شوف انا قدامي ايش فيه. فاضي انا عارف. والله داعي صار في الجامعة. أول مرة. سؤال مثلا يا عمي نفسه أول مرة. ما فطرت؟ أكلت تفاحة بس. ما تعشى سلطان؟ ما تعشى. تعال أدوك تعال. هذا افتخار. مو أنت مو أنت. ها بتسمي؟ تحش. لا لا لا. هذا التحدي ليش اخترناه بالذات يا جماعة؟ نبي نجرب شعور الأكل حار. والله تخيلوا حناكل كل أكل الحلقة هذه حار عشان وجبات خفيفة ومتقطعة، وحنوريكم قديش بنتعب نحن في البوستات. حتشوفوا يوم كامل معانا. يعني اليوم عندنا 4 بوستات في سرمج، لسه دحين رايحين على المطعم اللي بعده. حتعيشوا معانا الجولة. جاد الله والله. كيف جاد الله؟ في مرسى؟ ننظف الطاولة ونرجع لكم. ليه؟ يا سلام. المرسى هذه صراحة لها مقام لحالها. المرسى سيبك من المرسى يا جماعة. أنا طلبت عسل زيادة. الأكل والطاقة. صح؟ يعني ديني 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 بسرعة. خش علي كلوس هنا. إيه كمان تاني جوالي ولا إيه؟ لا 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 بس شوف شوف كش كلوس. شوف شنو هو. العسل أصلي. كفو. خلاص. 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 لازم هذي. ايش هو اللقمة انا شفته كيف مضطهد مضطهد انا ايش يسوي المفروض بس خط اول لقمة احسه مرسى تفوز خلني كده شويه الطاوله كبيره روح هناك والله خطه جات من قلب يعني مسكها أنا أكلت مرشة في جيزان. مرشة؟ مرشة. وأكلتها في أماكن كثير في جدة. المرشة هذه تفوز. والله سرمد شكراً. هم ياكلوهم في يدها صح؟ لا. إلا؟ لا. ياكلوهم كيف؟ ياكلوهم بيدكم؟ كيف؟ شو؟ شو؟ دقيقة قولي. يا أخي علمك أصول. لا تدخل أصول إيش أنت ما تعرف. علمني أهو كده. لا مو كده. والله كده؟ إيه. أه. شايف مو كده هو سوى كده كانه مرسل كده تمسك ايوه شوف شوف لا اكل 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 اكله عشان امي تاكلك وانا ما اكل ايوه امك تاكلني يا جماعه ما شاء الله تبارك الله المطعم 3 ادوار صح 3 ادوار خلاص باقي لقمه بس حبه لقمه لقمه عم مش ده عملت الطهاد طول ده انت خلصت الصحن المطعم اللي بعده وصلنا المطعم الثاني بينك تو شاورما شاورما دجاج فقط تجوعني على طول كده لسه نشرح طيب جبنا حلالات عربي وطبيعي في منيو هو حافل بس نحن نقينا دول الثلاثة جوعني جوعني Isn't this what you wanted? But you're blowing up my phone Cause I didn't come crying to you So come on, ask me If it hurts just as much as it did before And honestly The third time, the fourth time Now baby, I'm getting bored You're keeping me awake for the last time I put my... السلطان كده قفل الليلة ما يأكل شيء شوف بطلت في الشاورما سلطان انت شبعان ملاحظ اكيد اللقمات حقك صغرت شبعان جماعة الخير في فقرة ما شفتوها بين المطعم الاول والمطعم الثاني تغطية ورحنا سوينا تغطية وكلنا فيها تاكل معايا؟ لا لا ليه؟ شبعان؟ ليه ما تاكل؟ حبة بطاطس طيب؟ ولا ليه؟ شيء؟ كيف العاطفين؟ ايش اسمه؟
ايش اسمه؟ سهل. وانا انا جسمي كفو. احلى شيء في الحياه انك تسيب كل صوصاتها اللذيذه وتخش على الكاتشب. اسامه والله والله ما يغلى عليك ويمين بالله ما اخذت مني ما اكلك ولا حلقه والله العظيم. لا ما هو انا حاكله حقي انا طلبته شر ما قال لك تطلع ما قلت ابدا بس هي الحين ما ابغى ايش اللي تتفلسف على الناس كل واحد ياكل زي ما مره لذيذه الخلطه دي. السلام لما الصحن يخلص تحس بفخر شديد. يعطيك العافيه اخو سلطان. والله بتعب والله بعرف انك تتعب تحت هذه الفترة ما ادري ماني عارف كيف الموضوع. ليش ما نفك قناة جديدة نسميها ميني سحس ناكل فيها 1000 سعرة حرارية كثير والله حقوم اجيب البوستات يا جماعة وارجع لكم. هم قد شافوا البوستات صح؟ ايه هم قد شافوا البوستات اللقطات حقتها. ايوه لا اللقطات دحين حتجي. لا جات من اول كذا. لا يا شيخ والله. طب هم على بس نحن دحين هذا. طب دقيقه انتوا شفتوا؟ لا 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 دقيقه حقوم اجيب البوستات اللي شفتوها وحنزود عليها بوست بعد ما احط يدي باقي بوست ما شفتوه. وصلنا المطعم الثالث. شريم بنيش. شريم نيشن يا جماعه. انا جبت لي كيس جمبري. انا الين دحين ماكل 10 سحسي لحسي فحسي محسي 14 بوست. جاب كيس سمك. ديك 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 ديك. اسمع قبل ما تسوي زيك 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 لا خلينا انا جوعني انا وانت مع بعض. شوف يا جماعة عشان سحس عنده حساسية من الجمبري أنا اديته نص الرز وأنا نص الرز أنا النص حقي حناخده كده. الله يا ويلي ويلا سمك إنها القمبري القريدس باللبناني. إيش؟ باللبناني اسمه العريدس. ريدس ريدس بيجيبه كده. شوفوا أول شيء تشيلوا راس الجمبري بعدين ديلو بعدين نفك الجلدة. هو يجيكم منظف جاهز فانت تفك الجلدة دي وتصير حبة جمبري ملزلزة زي ما هي. نستعين في الرز نحط الجمبري والصوص عليها وتقول بسم الله. متعب الوضع. شوف تشيل وسط السمك تحطها في الرز تحطها كده تاكلها. الحمد لله. الجمبري على سمك الجمبري على سمك. اوكي أكياس الجمبري هذه فكرة أتوقع من أمريكا جاية وهنا في إقبال جاء عليها مرة كثير. هذه الفكرة نفسي أروح أمريكا عشان أجرب الأكلات اللي أكلتها منها عشان بعد كده لما نتكلم في أكل نكون عارفين متأكدين مليون في المية. لو سمحت هذا المقطع سيبه. إيش قال؟ نفسي أروح فين؟ أمريكا. شكرا. مو أنا هذا القرين حقي. القرين قالها مو أنا. ما بروح أمريكا حقا طول حياتي. تدوب معي تدوق بس تدوق دايناميت شريم. ايه يعني كان نفسي ادوقك والله يا خوي بس انت هو يا خوي ما ريت واحد طيب اوكي كده خلصنا. ليش خلصنا؟ باقي انا باقي لقمه. انت باقي لقمه؟ ايوه طب خد لقمتك. انا خلصت هروح لكم المطعم الثاني. لا دقيقه بوستات انا هنا ما اقدر افتح البوستات كده مشافوها انت كل مره حتلعب نفس اللعبه شافوها كده. طب خليني اخلص اشوفكم في المطعم اللي بعده. خلص انت يا ابوي.
كله. اكفى الكاميرا. ابلع. لازم قدام الكاميرا. ابني اكفى ابلع. اوبا كلبتا ملتا 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 وصلنا المطعم الرابع. باقي مطعم السحب يا جماعة. أنا خلاص. الساعة كم دحين؟ 12. الساعة 12 الليل يا جماعة. بدأنا الساعة 1. هو اليوم ما قلناها. بسم الله الرحمن الرحيم. It's طهمجة تايم. يلا سحسن. لا ما قلناها؟ والله ما قلناها. أنا حخش بالنقالي. ما قلت المطعم طيب. ولا بقوله. مطعم شيفس يا جماعة. لفزات؟ كاتشب. ما بقلفزات؟ واو. انا هدخل بالريبس. واو. استنى استنى ايش انت قاعد تسوي؟ جوعني جوعني. اما جوعني. You keep me up. Yeah, yeah, this is my friend. الله يا جماعة النقانق دي النقانق باللبناني اسمها معانية. صوص الكرز تركي بيطالع بنظرة عطوني. Isn't this what you want? سلطان شوي بس بدوق الريبس. الله خليك. طب انا ادوق دي ولا دي؟ هذه بريسكت. استاذنك استاذ بس شويه. ايش تبغى؟ ابغى بس وصلت عيش بس. ابغى بس وصلت عيش. لا لا مالك دخل في الريبس. هو شكله جيعان اللي قاعد يعمله. اسمع اللي سواه ما سواه ترى من بعيد. اتعلم منك هذه الحركات. انت تعلم سبته كده ياخذ الاكل. انت سبته كيف دخل كانه محروم عمره باكل. اسمك تركي. المطعم اللي بعده. دقيقه الكاميرا فيها شيء نظفها. ها شوف في شيء في وجهي. فين اشوفه؟ لا لا هنا. المطعم الخامس. ترى وصلنا اخر مطعم اليوم. الساعه كم يا سلطان؟ الساعه 2. الساعه 2 الفجر. نحن من الساعه كم قفل المطعم اصلا؟ نحن من الساعه كم بنصور؟ والله ساعتين دوبي قاعد افكر. من الساعه كم نحن بنصور؟ احنا تجمعنا عند الاستديو 11 شويه. 12 بعدين 12 ونص. صغيره واحده. المهم احنا قليلين لما انت بدانا. المهم حبينا نختمها ختامة المسك فطلبنا 5 برجرات مع قرابين. يا جماعه مهما سوينا مهما قلنا ما حتحسوا بالتعب اللي صار اليوم الا لو جيتوا كذا. يعني نخلي احد يجي يشاركنا يوم. محتاج هم مشاركين والله. في نص اليوم كذا حتلاقيه حيوقع يقول لك عمي حياتك. اصلا احنا بدأنا اليوم كان معانا كم شخص في منهم اختفوا. المهم يا جماعه وصلنا لي جرافيتي برجر. بصراحه انا متشوق جدا والله. طيب يلا تفضل. انا متشوق لهذا البرجر. اما الباقي يا سحس فوق عليك بالعافية. ولا أقول لك أنا عندي أدي لي الستيك. لا لا يا بابا لا 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 خلي الستيك عندي. حلو أنا أبدأ بهذا. يا ولي ولا أنا ما قلت تطهم بجتايب ترى. إلا قلناها في المحل قبل. أنا ما قلتها لين دحين. طب قولها ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إتس طهم بجتايب. برضو ما قلتها. طب أنت ليش داخل تاكل؟ جوعني. تعال خلاص ما تمشي جوعني. خربة مرات سويتها. ما تبغى جوعني يعني. يلا روحوا. طيب يلا جوعكم. Baby you know it. You're losing patience with me but baby don't show it.
isn't this what you wanted? But you're blowing up my phone cause I didn't come crying to you. So come on, ask me if it hurts just as much as it did before. And honestly, the third time, the fourth time, now baby I'm getting bored. You're keeping me awake. أقدر أكل الآن؟ إيه دحين تبي تأكل. يعطيك العافية. اقدر اكل انا الان؟ ايوه خش اتفضل. والله ما حمنا اي احد اليوم. ابغى برجر. خذ اللي لا 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 طاوله مليانه يا انت مارك. اخترت واحد تقول لي تبغى اطلع اطلع منه اطلع منه اطلع منه ما في هو واحد اخذ هو انت لو اخذته منه ما حياكل ولا شيء ثاني. ودي اقول قصيده قول يقول الحب عذبني وانا لسه صغير اهيم باشعاري ولا افكر كثير كني سجين وقيدي بمسامير وكني طفل عصفور حلمي اني اطير ولا ادري وش بيحصل لي وايش ممكن يصير غير اني راح احب لين اصير من الاساطير. الله الله I love you. الله هو ايش بو هذا الاسبوعين قاعد يتكلم عن الحب رومانسي يا اخوي رومانسي. لا بس دقيقه عذبك وانت صغير ووضعك مخاميه. انت ضربت مع ريم شيء؟ مين ريم الله يخليك. ما اعرف واحده اسمها ريم. يا جماعه الخير انا اعتذر اليوم مره تعب والله مره تعب. شوف اقدر اروح لك هي بس ما تزعل. شوف ان اخر اليوم يعني انا لو تفلتت يدي خلاص انا دحين بساعدك. انت عندك فوهاقة تباني اساعدك؟ لا والله شفت اثنين ضارب مقصد خير. والله يبا يروح حدي كف ينسى الفوهاقة كلها. والله حديك كف ما لا خليك تسع شهور ما تدخل تنسى مستقبل كده اصابة عمل اخذ راتب وتقاعد مرة. حنديب فقرة جديدة يا جماعة واللي هي اللي هي بطني تعاوني هدية. سؤال الحلقة سؤال اليوم يقول ما في جوائز ها ما في جوائز لسه انتوا الجائزة حقت البرجرات ما جوائز لا ما في جوائز الجائزة انك تقول اسمه الجائزة اللي يقولها حقول اسمه واقول له احبك بس وصيح برضه يقول يحبه لا انا سألته ويقول يحبه له هو خليه بالحزوة حقته يحزع له سؤال الحلقة يقول كم صنف اكل سحس اليوم ومتى وكيف واين؟ لا ايش هذا ايش هو؟ ايش كتاب تاريخ هو ولا ايش؟ انا خلصت يا جماعه مين زيي كان انا مره اكره القواعد انت لسه حتتكلم مذكر مؤنث سالم ومؤنث مذكر سالم معكم سحس ايوه لا تنسوا تسووا لايك اذا عجبتكم الحلقه وشير وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات ايش ده؟ وغسلوا يدك فرشناكم قبل ما تنام دقيقة 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 نريد نعيدها محمد تصبحوا على خير دقيقة تصبحوا على خير عيد اعتبر قناتك والحلقة حلقتك ونشوفك على خير حبيبي وكاميرا سايب لك هي ترى تجيب على السجن لا سيب له اللمبة سيب له اللمبة سيب له اللمبة Baby you know it you're losing patience with me but baby don't show it Isn't this what you wanted? But you're blowing up my phone.